ما فهمت، هلأ هي بدها تشهد مع فؤاد في شي مو طبيعي. لو سمحتي عرفي عن حالك وعن صلتك بالمدعى عليه. أنا عشتار إلام. أما ليامور؟ فؤاد بيكون الشوفير تبعي. فؤاد وللأبد كمان رح أعملها. ما في شي بيخوف، أنا ماني خايفة. بس لازم تخافي يا أختي، صرختي كتير بس ما حدا سمعك. ما زال كل شيء له تمن. مشان الحرية، مشان بداية جديدة، لازم نخلص من الماضي.